أهلا بحضراتكم مرة تانية في اليوم الجميل، يوم انطلاقة قناة النادي الأهلي بعد التطوير والتطور اللي احنا شفناه. وزي ما قلنا لكم هيكون عندنا مفاجآت كتيرة جدا، عندنا أخبار كتيرة جدا، والنهاردة بالذات يعني كان لقائي مع فايلر يا رب يكون عجبكم. وعندنا كمان عجبنا طبعا عجبنا. الحمد لله الحمد لله، برحب بك يا سهام. عندنا كمان مفاجأة، اتنين من النجوم الكبار جدا جدا في النادي الأهلي، اتنين أعتقد من أساسيات دلوقتي واللي بيعتمد عليهم فايلر بشكل كبير جدا، نجوم بيعشقوا النادي الأهلي، نجوم بيضحوا من أجل النادي الأهلي. عندنا محمد الشناوي حارس المرمى المتألق ورقم واحد في مصر حاليا وإن شاء الله لفترة طويلة، وعندنا اللاعب المتألق الآخر عمرو السولية من اللعيبة المميزة جدا في خط النص، يمكن للأسف إصابات شوية بعدته عن منتخب مصر، لكن إن شاء الله الفترة اللي فاتت متألق واللي جاي إن شاء الله ويكون لي مكانة ويكون لي مكان في منتخب مصر. نستقبل مع بعض محمد الشناوي وعمرو السولية. ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ايه يا شنو؟ منور يا شنو؟ ازيك؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طيبه. متألق يا شناوي. بالذات بعد ما جددت او هتجدد. نرحب بيكم طبعا. متألق يا عمرو. محمد منورنا، عمرو منورنا دايما ومشرفنا في البيت الكبير بيت النادي الاهلي في القناه، وان شاء الله باذن الله مش هقول لكم دوري وافريقيا ده حاجه يعني مفروغ منها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. قبل ما هتكلم معاكم نروح بس تقرير سريع جدا جدا خاص بمحمد الشناوي ونرجع لحضراتكم. ايه رايك في الكلام ده يا كابتن؟ طبعا مش الكلام اللي في التقرير، الكلام اللي احنا فيه ده دلوقتي. لا طبعا بقول طبعا الف مبروك على قناه النادي الاهلي طبعا ولجمهور النادي الاهلي، وطبعا انا سعيد ان انا موجود مع كابتن هاني طبعا ومع حضرتك طبعا، وحاجه يعني بصراحه حاجه جميله جدا. وطبعا النادي الاهلي على طول بادارته والناس اللي موجوده اللي قبل كده واللي موجودين بيعملوا احسن حاجه للجمهور ولينا، بيشوفوا لنا اي حاجه محتاجينها بيعملوها بصراحه. الناس يعني الاداره ما تاخرش خالص، وطبعا ببارك للجمهور وببارك للنادي الاهلي وبيت يعني زي ما بيت الكبير يعني. طبعا بيتنا طبعا. بيتكم كابتن عمرو. طبعا منور يا عمرو. ربنا يخليك. منور وحشني جدا جدا. وبرضه ما عشان ما تقولش الشناوي ليه التقرير وانت لا خلي بالك انت بصيت لي بص كده من تحت فين التقرير بتاعي. نجيب تقرير عمرو السولية ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. طبعا احنا النهارده بنعيد والعيد عيدين وفي ايام مفترجه، والحقيقه مشرفنا طبعا كباتن، مش محتاجين تعريف كابتن الشناوي وكابتن السولية. الايام دي انتوا عاملين فيها ايه مع الكورونا ومش الكورونا لا طبعا الايام اللي فاتت دي طبعا يعني كانت الفتره اللي فاتت ديت الثلاث شهور اللي احنا قعدنا فيهم في البيت طبعا كانت فتره صعبه شويه علينا. اول مره تقعدوا الفتره دي صح؟ طبعا اول فتره يعني فتره طويله جدا طبعًا. شويه بس هي طبعا مش عندنا بس في مصر في العالم كله بس احنا طبعا الفتره دي ما قعدنا كنا واخدين احتياطاتنا قاعدين في البيت ونتمرن في البيت، وكنا واخدين على طول في برنامج على طول من الجهاز الفني معانا على طول. طبعا بنشتغل على طول في البيت، معانا برنامج بنشتغل هم بيتابعينه على طول على واتساب على التليفونات. لا الامور كانت صعبه شويه بس الحمد لله يعني اللي احنا رجعنا دلوقتي التمرين وبرده بناخد احتياطاتنا وبنقعد من البيت للتمرين، قليل قوي ما بنيجي نخرج عشان برده الفتره ديت ما فيش حد يجي له حاجه ولا الكلام ده كله عشان طبعا ما نخسرش الفتره اللي فاتت يعني. عمور ساكت الشناوي عمال يتكلم ها مش واخد بالك؟ واخد جنبي منورنا عمرو. لا طبعا عمرو منورنا عمرو، وزي ما شفنا في التقرير ما شاء الله الفتره الاخيره متألق جدا وبتأدي أداء أعتقد من أفضل فتراتك عمرو. إحنا عارفين للأسف كان عندك إصابات حتى في بطولة الأمم الأفريقية، وكان كنا خلاص يعني أنت من ضمن الناس الأساسية وفوجئنا بالإصابات. طمنا عليك دلوقتي وطمنا إزاي وصلت للفورمة ديت وإزاي بدأت. والشناوي بيتكلم الفترة الصعبة اللي بعد ما رجعتوا للتدريبات ازاي بتشتغلوا فيها واستعداداتكم بقى لاستئناف الدوري عامل ازاي؟
ما فيش طبعا، يعني الفتره اللي فاتت دي كانت صعبه طبعا على مصر كلها، مش على لعيبه الكوره بس. احنا ما كناش متعودين ان احنا نقعد الفتره دي كلها من غير تمرين ومن غير كوره ومن غير ماتشات، فاثرت جدا علينا. وطبعا يعني حضرتك عارف القعده في البيت طبعا دي حاجات طبعا صعبه جدا. كنتوا بتعملوا ايه؟ بتقعدوا في البيت تعملوا ايه؟ ما بنلعب مع الاولاد بقى، يعني بنقضي الوقت معاهم، بنتمرن في البيت حاجات. بس برافو عليكم يعني. انا شايف يمكن ما فيش يعني، ولا لا لا ما فيش ولا نزلوا خلال الاسبوعين اللي لا 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 فيش. لا كنا بنتمرن على طول. برافو عليك. على طول كنا بنتمرن يعني يوميا، وكان في متابعه طبعا من المدير الفني ومن الجهاز طبعا معانا. برنامج بنعمله كل يوم، والاكل طبعا كنا محافظين على الاكل. طبعا فتره كانت صعبه، الحمد لله ان هي قدرنا نعديها وقدرنا نرجع واحده واحده، وان شاء الله نرجع تاني. الفترة اللي فاتت قبل كورونا أنا كنت الحمد لله ماشي بصورة كويسة. بدأت إن أنا أطور وأشتغل على الحاجات اللي ناقصاني بمساعدة طبعا مستر فايلر. دي كانت تعليمات عمرو يعني من فايلر. إحنا شفنا ما شاء الله 8 اللي هو الرقم 8 البوكس تو بوكس، عاملها على أعلى مستوى وبتتقدم وبتجيب أجوال. أنا عارف دي طبيعتك في جزء من يعني مرحلة من المراحل، يمكن قلت شويه بسبب الاصابه، فدي كانت تعليمات واضحه من فايلر انك تكمل، ولا بطبيعتك انت بدات لما الواحد بيحس انه بيزيد وبيحس انه فايق بمعنى صاحب لغه الكره انت بتعمل القصه دي لوحدك يعني؟ لا، هو مستر فايلر من اول يوم جه فيه هو بيطلب من اللعيبه كلها ان هي تكمل، واللعيبه كلها لازم تهاجم، واللعيبه كلها لازم تدافع في نفس الوقت. ما عندوش حد اللي هو بيعمل حاجه واحده بس، لا انت لازم تعمل الاثنين عشان تبقى موجود في الملعب. انا بدات اشتغل على الناحيه الهجوميه، بدات ان انا اكمل افكر ان انا اجيب جوان اكتر، اعمل جوان. دي فرقت معايا طبعا، ومع التمرين طبعا الحاجات دي بتزيد. طيب شناوي، انت لسه مجدد عقدك، كلمنا عن كواليس التجديد. مبروك طبعا. الله يبارك فيك. طبعا لا، ما فيش كواليس. ليش الكواليس دي؟ لا لا، ما فيش كواليس حضرتك عارف. لا، هو في الاول وفي الاخر الموضوع جاء على طول. الامير كلمني بالظبط، عمل معايا ميعاد. امير توفيق عمل معايا ميعاد، قعدت معاه خلصت معاه كل حاجه ومضيت، والموضوع ما خدش بالظبط تلت ساعه الموضوع كله خلاص، مش اي حاجه. طبعا شنو يعني انا عارفه من زمان، وخلي بالك كمان محمد قعد فتره صبر كتير جدا، وانا دي حاجه تحسب له. لفتره من فترات ما كانش بيلعب اساسي، يعني ممكن نقول كان رقم 2. ففي ناس كتير قوي بتزهق وبتبدا لا انا عايز اروح حته. هو محمد عارف قيمه النادي الاهلي كويس قوي، وعارف انه في مكان هياخد طالما وبيتمرن كويس قوي هياخد فرصته، وده اللي حصل. وفتره صغيره جدا بقى رقم واحد في مصر ورقم واحد في النادي الاهلي. فطبعا بنحييك يا شنو على المستوى، ان شاء الله باذن الله مستمر. ان شاء الله. قولوا لي بقى، عايز اخد رايكم انتوا الاثنين في حاجه، ويمكن كلمتي مع مثل فايلر. انتوا شايفين كان طلع قرار من الاتحاد الافريقي ان المباراه الافريقيه هتبقى مباراه واحده، وبعدين رجعوا في القرار قال لك لا على ذهاب وعوده. انتوا كلعيبه شفتوا الموضوع ده ازاي؟ واني افضل بالنسبه لكم انتوا، اني افضل مباراه واحده، مباراه نوك اوت، ولا مباراه ذهاب وعوده؟ بالنسبه لنا لا، بالنسبه لنا طبعا هو مباراتين مش مباراه واحده، يعني مباراتين اللي بيبقى فيه يعني فرصة. احنا فرصه طبعا. اللي احنا كده كده الماتش الاولاني بيبقى في المغرب، الماتش الثاني بيبقى على ارضنا. لا، يبقى فيه فرصه طبعا اللي احنا يبقى قدر الله حصل حاجه هناك نقدر نعوضها هنا، نركز هناك، ناخد نجيب نعمل نتيجه ايجابيه هناك، نكسب هنا على ارضنا. لا طبعا، انا شايف ان الماتشين النظام القديم احسن من نظام المباراه واحده طبعا. يا عمور طبعا لا، مباراتين طبعا، لان احنا متعودين على ان احنا نلعب مباراتين على طول يعني. فالنظام لما يتغير لمباراه واحده ده يعني مش هيبقى في مصلحتنا قوي، لان احنا نلعب اول ماتش هيبقى بره. فلو في حاجه لا قدر الله نقدر نعوض في الماتش العوده. وطبعا يعني ان انت تلعب ماتش على ارضك دي احسن من ان انت تلعب في مكان تاني انت مش عارف الاجواء بالظبط. بالظبط، هو كان اللي بيفرق كمان معانا يا سامو، احنا كنا لعيبه كوره عارفين، ويمكن ده اللي المحروم منه النادي الاهلي وكل الفرق بتلعب في افريقيا، الجماهير. احنا دايما بنتكلم ان جماهيرنا لما بتيجي على ارضنا ما بتبقاش سلاح لينا، ده احنا كان في فرق بتنزل، مجرد وجود الجماهير والدخله الاولانيه بتفرق جدا. امين. فعدم عدم وجود الجماهير دي اعتقد يعني مش بتقلل الحماس، لكن بتاخد جزء.
يعني بتاخد جزء منك عشان انت نازل ملعب فاضي. ماتش سان داونز كان الماتش كان في استاد السلام، اتحول لماتش في استاد القاهره عشان الجمهور يجي بكثافه، وجمهور جاء لا عمل معانا. بس انتوا تخطيتوا العقبه دي طبعاً. انتوا تخطيتوا عقبه لا بس هو بيبقى موجود في ماتش سان داونز ده مهم طبعا اللي هو يبقى موجود ان هو يدينا دافع. لا احنا زي التمثيل بيبقى في حماس في الملعب، هو بيشجعنا الكلام ده كله بيفرق طبعا. صوت الجماهير في الملعب وخلي بالك الجماهير، ما احنا لعيبه كره عارفين ان الجماهير اولا، واحنا بنحضر برضو وانتوا اللي بتشجعونا في المدرجات يعني بتشجعونا عشان كده الموضوع بيبقى في الوقت الصعب بتحس ان لا لو في شده وراك دي بتزقك اكتر حتى من كلام مدرب من كلام زميلك بتحس بصوت، وخاصه جماهير النادي الاهلي وانتوا عارفين. وانا طبعا يمكن من التسعينات يعني اللي لعبت، بس انا بقول لك يعني دي الله يكون في عونكم، لان عدم وجود جماهير مش بتحط اللود عليك، لكن انتم مفتقدينها في الملعب. وان شاء الله باذن الله الامور تمشي ويبقى الجماهير موجوده، خاصه جماهير النادي الاهلي يعني اللي دايما بقوله هي رقم واحد يعني. طبعا ان شاء الله عندنا كمان مواجهه مهمه جدا الشهر الجاي، الاهلي وانبي. مستعدين لها ازاي؟ خلاص بعد 10 ايام دي اول دي قربت خلاص يعني الشهر الجاي اول ماتش في الدوري. برضو شايفين المباراه ازاي، خاصه انها اول مواجهه دايما بتعمل مباراه كويسه مع النادي الاهلي. خلينا على يعني على مر المباريات كلها انبي فرقه محترمه، استعدادات كل المباراه دي ازاي؟ احنا مركزين طبعا في المباراه دي، يعني احنا بناخد كل ماتش بماتشه، يعني ده اللي قاله بايلر في مباراه انبي. اللعيبه كلها مركزه ان احنا نبدا بدايه الدوري تكون زي ما انا هنا، نكمل سلسله الانتصارات بتاعتنا ونفضل ماشيين على خطه ثابته عشان نقدر نحقق بطوله الدوري ويبقى اعداد كويس لبطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله. برضو اتفضلي. لا انا كنت بس عايزه ان انت عمال تتكلم في الكوره، واحنا النهارده قلت بنعيد ها، وقلنا يعني بنحتفل بالتطوير وبالافتتاح الجديد يعني ما اتكلمناش اكتر. اكتر حاجه عجبكم في ديكور البيت الكبير؟ لا ثواني بس، البدله بتاعتي طبعا اكيد بديتي ده سؤال برضه. اكتر حاجه عجبك يا شناوي في الديكور؟ لا بسم الله ما شاء الله. قول لي المطبخ، قول لي المطبخ، كل حاجه. قول يا عمرو. لا كل حاجه طبعا، لا كل حاجه حلوه طبعا يعني كل حاجه طبعا، والديكورات وكل حاجه طبعا يعني يعتبر من كنت متوقعين التطوير ده يا جماعه؟ كنت متوقع التطوير ده يا كابتن؟ انا ما كنتش متابع قوي، بس يعني طبعا يعني لا النادي الاهلي طبعا معودنا على ان هو يكون رقم واحد في كل حاجه. فده طبعا يعني حاجه لازم تكون تليق باسم النادي الاهلي وحاجه تليق بجمهور النادي الاهلي. انت نفسك تشوف ايه في البيت الكبير يا كابتن شناوي؟ شوف في البيت الكبير طبعا، لا طبعا هو البيت الكبير طبعا هيلم طبعا النجوم بتاعتنا كلها طبعا، الكبار اللي قدام واللي موجودين والحاليا يكونوا موجودين على طول. دي حاجه تساعدنا واحنا لما نيجي نفتح مثلا القناه ونشوف في البيت الكبير الناس النجوم اللي قبلنا طبعًا. احنا بنشوفهم في القناه طبعا بنكون مبسوطين ان احنا طبعا الناس دي طبعا عملت حاجه كبيره جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي حاجه كبيره، اي حد يكون موجود في النادي الاهلي يعني بنتعلم منه. الناس الاساطير اللي قبلنا طبعا بنتعلم منهم كل حاجه، المبادئ وازاي كانوا بيتعاملوا وازاي بيتعاملوا مع اللعيبه والكلام ده كله وازاي بيتكلموا، الحاجات دي كلها بتفرق معانا طبعا وبنتعلم منهم لغايه دلوقتي. وطبعا هو النادي الاهلي طبعا معودنا على طول اي حاجه بيجي يعملها زي ما عمرو قال بيبقى رقم واحد على طول. طبعا انا ما كنتش يعني عارف ان الحاجه لا حاجه تطلع حاجه كويسه طبعا، والناس اللي موجوده تعمل احلى احسن حاجه طبعا. وببارك طبعا للناس وان شاء الله ان شاء الله يعني. انتوا القناه دايما كانت متابعاكم حتى من قبل التطوير في كواليس وسفر واستعدادات، كانت دايما كنا دايما نشوف الكاميرا معاكوا على طول. ده بيتنا ده يعني موجود معانا على طول وعلى طول معانا في السفريات وموجوده معانا على طول في الكواليس. لا هنكون موجود معاكم في كل حته ان شاء الله يعني ما تقلقش خالص يا عمرو، هتلاقيني معاكم على طول في كل حته وان شاء الله. لا انا يعني بص هو سؤال مش محطوط يعني في الورق، بس انا احساسي، انا احساس اللعيبه ان موضوع ان احنا حسمنا الدوري ده موجود، يعني عندك احساس ان الدوري فعلا اتحسم، ولا الموضوع لسه بالنسبه لكم الكره في الملعب؟ ده مهم جدا، سؤال مهم يعني. لا وطبعا يعني اللي هيفكر كده يعني هيخسر كتير، يعني احنا لو بنفكر بالطريقه دي مش هنحقق اي حاجه. يعني الموسم اللي فات كنا احنا بعيد جدا، والزمالك كان خلاص يعني بيفكر ان هو خلاص اخذ الدوري. احنا الحمد لله تعبنا وبدانا نكسب ماتشاتنا وبدانا نقرب، الحمد لله خدنا الدوري في النهايه. لكن احنا لو فكرنا بالطريقه دي يبقى هنخسر كل حاجه.
احنا ماشيين بخطه ثابته ونكمل ماتش بماتشه ان شاء الله نقدر نحقق. ايه رايك عشان الدوري في دماغكم اكتر ولا افريقيا واخده حيز اكبر شويه؟ لا هو زي ما احنا على طول متعودين الدوري لسه في الملعب، حتى لو احنا فارقين بنط كتير لا احنا بالنسبه لنا اما نخلص اخر ماتش خلاص احنا حسمنا الدوري، يبقى بالنسبه لنا احنا كده حسمنا الدوري. يعني احنا زي ما حضرتك بناخد كل ماتش بماتشه، يعني احنا عندنا دلوقتي عندنا حوالي 17 ماتش لسه في الدوري، يعني هناخد كل ماتش لسه تقريبا دور كامل لسه دور كامل. لا لسه الدوري في الملعب، احنا مركزين ناخد ماتش في ماتشه. عندنا ماتش في الدوري بنفكر في ماتش في الدوري، اول ما بالظبط نخلص ناخد ده الماتش ده حسم الدوري وخلصناه وخدنا 3 بونت وحسمنا الدوري، ده بالنسبه لي احنا كده خدنا الدوري، لازم نفكر في كده. واللعيبه عامه بتبقى ده تفكيرها دايما على طول، حتى كمان الكباتن اللي موجودين طبعا بنتكلم في كده بنتكلم. بس الحاجات دي كمان مش لازم تيجي من المدرب، لا لا بتيجي من الكباتن طبعا، كابتن فرقه والناس طبعًا الكبار طبعا طبعا هي اللي بتشد الحته ديت. ده دور طبعا كابتن شريف والكابتن احمد فتحي طبعا وانا موجود ووليد وسعد والسليه، لا الناس دي على طول بنتكلم في الحاجات ديت. احنا ما بنحسمش الدوري الا بناخد الدوري اخر ماتش خلاص، يبقى خلاص كده حسمنا الدوري. بس احنا في ظروف استثنائيه، ويمكن حتى انتوا بيتم يعني معاكم موضوع المسحة، يعني النهاردة بنتكلم ايه في 6 مساحات تقريبا، 6 مساحات يا عم. يعني وبعدين وبالمناسبة يعني بنتمنى كل الشفاء طبعا للكابتن حمدي فتحي، ربنا يا رب يقومك بالسلامة. اخباره ايه؟ لا سلبية، طلعت سلبية النهاردة امبارح، سلبية امبارح النهاردة بقى لسه هتطلع، يعني النهاردة ممكن ان شاء الله تبقى سلبية برضه ان شاء الله. لا ان شاء الله يعني شاء الله. هي طلعت مسحة سلبية. أيوه. لان من الاسبوع اللي فات كان ظهرت ان ايجابية، لكن الحمد لله المسحة الأخيرة كانت سلبية. بتحسن؟ لا هو ما فيش اعراض، والدنيا كويسه يعني. ان شاء الله خير ويرجع بقى بعد العيد. مأثر عليكم بقى، مأثرة بقى عليكم الظروف الجديده دي والكلام ده اللي احنا بقى في يعني مواضيع، يعني احنا لسه في الكورونا والكورونا ما خلصتش ولسه ما الله اعلم مكمله معانا شويه ولا لا، بس احنا مش هنوقف يعني، دايما نقول الحياه بتمشي ودي صناعه كبيره، كره دي صناعه كبيره واستثمار كبير، فمش هنوقفها. فاحنا النهارده راجعين بس بمحاذير واجراءات وقائيه صارمه وشديده، والنادي الاهلي مطبق ده بشكل كبير قوي، فده فارق معاكم ولا لا؟ ما تفكروش في الموضوع ده يا كابتن عمرو. لا طبعا يعني احنا طبعا يعني الوضع اللي احنا فيه ده طبعا وضع يعني اول مره نتحط فيه، فيعني الفتره اللي فاتت بدانا نتعود على الوضع، خلاص احنا بقينا بنعمل مسحه كل اسبوع. فاي حد يعني لا قدر الله المسحه دي بتوجع صح؟ مش قوي مؤلمة. انا شايف الشناوي فيه فتحه بقت اكتر من فتحه. لا ما هي الفتحه دي على لاحظت، خلي بالك مش هي من المسحه صح؟ لا مش من المسحه دي كوره جنب، ما عشان كده بعمل مسحه ما بحسش بيها. جونيور جاي بيتضايق يعمل خلاص قرر يعتزل خلاص. لا بس هي بتقلم صح؟ هي بتدخل فين؟ في النافوق يعني يعني لا هي بتبقى انا بحس ان هي بتاخد يعني بتاخد طبعا صعبه يعني لغايه هنا كده بتطلع لغايه هنا كده، بس ده مالهاش دعوه بالمسحه يعني. لا دي مالهاش دعوه. بيقول لك ايه جونيور اجاي له مالهاش دعوه. بيقول له يا عم بيخاف اول ما بيشوف الناس اللي هم بتوع المسحه الدكاتره داخلين خلاص وشه بيبدا يحمر وخلاص. انا عارف فرقه لما لا هو بالذات هو بيخاف جدا من الحاجات دي. هو جميل بصراحه يعني هو حاجات دي جميل هو صار لعيب هايل وشخصيه محترمه جدا. انا عارفه ان هي بتقلم قوي يا كابتن هاني. لكن يعني طبعا هي يعني انا حتى سالت فايلر قال لي هي يعني بتبقى مقلقه يعني مش مريحه، هي بتاخد تقريبا 5 ثواني او حاجه كده. كملت ان انت عايز تبقى الموضوع الموضوع صعب شويه. بس خلاص اخذنا عليها 6 مرات يعني ده سلامه اللعيبه دوت يعني، وزي ما بنقول يا سهام احنا كلنا عايزين الحياه بتمشي، لكن سلامه اللعيبه دي اهم حاجه. أكيد. يعني اول ما لا قدر الله بيظهر حاجه ايجابيه بيتعزل تماما لغايه ما يرجع تاني. وان شاء الله باذن الله كلكم تبقوا سلام وان شاء الله. ده اللي احنا بنقوله بقى كابتن، لازم بقى كل الناس تاخد بالها، ومثلا اللي بيتمرن بيخلص هو عارف يبقى يعني حاجات محدوده، يروح الاماكن محدوده عارف ورايح فين وجاي منين، عشان طبعا الفتره الجايه داخلين على ماتشات. اليومين الاولانيين يا شناوي كنت بتتمرنوا كل مجموعات يعني ولا كان قعدنا اسبوع نتمرن مجموعات؟ كان شكلي كل 4 مع بعض بيتمرنوا. لا كل كنا مجموعتين، كنا مجموعتين نتمرن على ميعادين. ميعادين نتمرن الساعه 8 ونص نتمرن الساعه 10 ونص. اوكي لحد ما عملنا مسحه وكله بقى تمام، كله تمام واطمنتوا. قعدنا اسبوع كامل وبعد كده عملنا مسحه، وبعد كده عملنا مسحه ثانيه، وبعدين كده خلاص بقى المسحه الثانيه كله بقينا مجموعه واحده، بس برضو بناخد بالنا واحنا في التمرين والكلام ده كله.
بس الفترة دي طبعا لازم ناخد بالنا، والناس كلها بصراحة ماشية على النظام يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني ويبعد عن اي حد حاجة وحشة يعني. لا ان شاء الله ان شاء الله كله يبقى تمام ان شاء الله. قولوا لي بقى، عايزين تقابلوا الزمالك في نهائي افريقيا ولا عايزين تعملوا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله تبقى نهائي مصر طبعا، تبقى حاجة كويسة سعيد قوي كابتن عمرو. مصر ان شاء الله كان هو طبعا يعني انا بالنسبة لي ان اثنين من مصريين. بلدنا من مصر يكونوا كده. موجودين، وان واحد منهم ايا كان، كلنا نتمنى طبعا النادي الاهلي ان الكاس ما تخرجش بره مصر، ده مهم جدا. اكيد اكيد. فشايف المباراه يعني مباراه قبل النهائي دي ازاي؟ يعني انت شايفها ازاي وخاصه المباراه بره في المغرب؟ لا طبعا احنا لعب فرقه الوداد دي طبعا فرقه محترمه جدا، واحنا على طول الفتره اللي فاتت دي كنا بنلعبها، وطبعا احنا يعني شبه احنا عارفينها كويس. الماتش بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه لا هيبقى مختلف تماما، ان هم مركزين جدا اللعيبه. خلي بالك جريدو طبعا هو جريدو يعني لعب معانا في النادي الاهلي، لا لا كمان لعب مع الساحلي هناك بالظبط، وكمان هو يعني بيستخدم دلوقتي اساليب ان هو بينرفزنا في الملعب. والله طبعا ماتش النجم الساحلي هناك كان ما كانش ماتش سهل على فكره، ده قبل الماتش ولا بين الشوطين؟ لا 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 في الملعب، في الملعب يعني في اللعيبه جدا ان هم يلعبوا علينا جامد والكلام ده، كان ماتش كله كان ضرب هناك. ده بيغل بقى. لا هو عارف ان هو هيجي هنا برده، احنا برده كنا هناك بصراحه، كنا يعني اللعيبه كانت مركزه، بس حصل بالطرد بتاع ايمن يعني حجبنا شويه طبعا. بس احنا عملنا ماتش كويس جدا هناك، وكنا احنا اللي ماسكين الكوره، بس لما جم هنا برده احنا عملنا عليهم ماتش كويس جدا. لا طبعا هيبقى ماتش قوي طبعا، نصف نهائي طبعا اللعيبه كلها مركزه، بس احنا هنركز في الدوري الاول ان احنا يبقى اعداد للماتش ده، وانا شايف كده ان شاء الله خير. طبعا ماتشات الدوري دي كمان هتقومكم يعني، حتى أكيد. كنت بتكلم مع بايلر ان كويس قوي ان المسابقه رجعت، علشان تخيل انت ما عندكش مسابقه وهتلعب بطوله افريقيا، الاسابيع اللي جايه دي هتقوم الدنيا، والماتشات هتجيبكم وهتجيب لياقتكم البدنيه يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. احنا مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده، احنا سهرناكم وانتم موجودين من بدري احنا عارفين، بس كان لازم نحتفل أكيد. بالقناه أكيد. في شكلها الجديد وانتم معانا اكيد وانتم عارفين الناس بتحبكم قد ايه وعشاقكم في كل نورتونا. بس اخر سؤال للشناوي، معلش اخر سؤال، عايز تروح الاولمبياد؟ اكيد طبعا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. نورتونا طبعًا. نورتنا طبعًا. محمد نورتنا عمرو، بالتوفيق ليكوا دايما ودايما منورنا يعني، سعداء اللي احنا معاكم والله بجد والله، وفي النادي الاهلي طبعا وفي بيت الكبير يعني. احنا سعداء بيكم وانتم شرفتونا النهارده، شرفتيني كابتن شناوي وكابتن عمرو. طيب احنا بنفكر حضراتكم ان احنا معاكم كل يوم في البيت الكبير من 10 ل 1 المساء والسهرة، وزي ما قلنا في البداية، معرفش انت قلت كده ولا لا، بس احنا بنوعدكم ان الحلقات اللي جاية حلقات مختلفة وفيها مفاجآت كبيرة جدا، وبنتمنى ان احنا النهاردة نكون عند حسن ظنكم. عايز تقول ايه؟ عايز اقول مبروك تاني لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك لانطلاق قناة النادي الاهلي بالشكلها الرائع دوت، وان شاء الله نكون عند حسن الظن. اعلام محترم، اعلام واقعي، هتلاقوه في البيت الكبير في النادي الاهلي. تصبحوا على خير.